السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. إن شاء الله راح نتناول بهذا البلايليست الثيوريتيكال أوف سويل ميكانيك، اللي هي نظريات هندسة ميكانيكيات التربة أو ميكانيكيات التربة. احنا سبق ونوهنا مسبقا انه احنا سوينا بلاي ليست خاصه بالجزء الابلكيشن او اللابورتوري المختبري، احنا راح نسوي الجزء النظري. المفروض الثيوريتيكال او الجزء النظري هو اللي يسبق العملي، لان انت لازم تفهم الماده، فلسفتها، الاعماق مالتها، وكل جزء او كل بارت راح ناخذه بعد ذلك ناخذ الابلكيشن اللي خاص بي. So, مبدئيا بشكل مبدئي ان شاء الله انا راح اخذكم ضمن هذا الكورس بالفيرست اند سكند سمستر ان شاء الله بماده السويل ميكانيك اند السيلبس اللي حنتناوله ضمن هذه الماده خلال العام الدراسي هذا راح يتناول عده اقسام، كل قسم يضم عده فروع تحت البرانش اللي خاص بي. سو احنا بالسيلبس هنا حنتكلم هاي المحاضره الاولى راح نتكلم عن شنو هي الافرع او الاقسام الرئيسيه اللي راح نتناولها. القسم الاول اللي راح نتناوله هو soil behavior، تصرفات او تصرف التربه، and soil formation، وتكوين التربه soil formation. So soil formation شنو يقصد بيها؟ راح نجي ان شاء الله ناخذها بالتفصيل ضمن المحاضره الاولى اللي هي soil behavior and soil formation. يقصد بها شنو الخواص التربه، احنا اللي نقيسها على اساس الخواص الفيزيائيه، شنو معنى الووتر كونتينت للتربه، شنو معنى السبيسيفيك جرافيتي للتربه، التحليل للتربه، هذه التفاصيل كلها للتربه راح ناخذها. الفويد ريشيو، العلاقات الريليشن شيب اللي تربط التربه مع بعض بحيث الووتر كونتينت مع الفويد ريشيو مع المساميه مع البوروسيتي، انواع التراب الديستورتد اند انديستورتد سامبل سويل. يعني ان شاء الله راح نتناولها، كل من راح ياخذ مو محاضره وانما يعني تفاصيل كامله بداخله ان شاء الله. القسم الثاني راح نتناول السويل كونسستنسي اللي هي تناسقيه التربه، يعني معناها الاتربيك ليميت، حدود اتربيك اللي سبق وتناولناها وقلنا هناك ثلاث حدود للتربه اللي هي البلاستيك والشرنكج والليكويد ليميت، وان شاء الله راح ناخذها بالتفصيل. بعد ذلك راح نتناول السويل كومباكشن اللي هو عمليات رص التربه، رص التربه وبها ايضا تفاصيل داخليه، ايضا ايش يشمل رص التربه، الفويد ريشيو غيرها، ايضا راح نتناولها بالكامل. بعد ذلك راح نتناول الكلاسيفيكيشن اوف سويل، تصنيف التربه اللي احنا سبق ونوهنا عليه اللي هو اشتو، اما التصنيف الاشتو التصنيف الزراعي او التصنيف الموحد، وشلون نسوي سيف اناليسيس وكامل التفاصيل. بعد ذلك راح ندخل بالسويل برمابيلتي اند فلو، سويل برمابيلتي اند فلو اللي يشمل لي الهيدروليكي او الموصليه الهيدروليكيه للتربه ورسم شبكات الجريان السيبج اند الفلونت الخاصه بالتربه. هاي مواضيع الكورس الاول من الجزء 1 الى الجزء 5، هذه مواضيع الكورس الاول. سو مواضيع الكورس الثاني شنو راح نتناول بها؟ راح نتناول الستراس، الاجهادات ضمن التربه. احنا مثل ما نعرف اي بناء او هاي نسلط على التربه راح يولدني فد نوع من الاجهادات داخل التربه، الاكتف والبصف والبرجر وغيرها، راح نتناولها ان شاء الله بشكل تفصيلي ضمن الكورس الثاني. هسه احد يقول ليش مواد الكورس الثاني اقل من الاول؟ لا، وانا مواد الكورس الثاني اعمق وفلسفتها اكثر وتفاصيلها اكثر من الكورس الاول، وكذلك تعتبر اعقد نوعا ما، يعني ادفانس بالنسبه للكورس الاول. فالستراس within soil، after that الـ soil consolidation انضمام التربة، وأيضا أنواعه وطرق الانضمام، الانضمام اللحظي، الانضمام على المدى البعيد، وراح نتناولها بشكل تفصيلي. والموضوع الأخير بالنسبة لكم هو الـ shear strength of soil اللي هي مقدار الإجهادات القصية المتولدة على التربة دائرة مور مور سيركل، وطرق حساب تحمل التربة اختبار كاليفورنيا وغيرها إن شاء الله. هاي المواضيع اللي هي 6، 7، و8 راح نتناولها إن شاء الله ضمن الكورس الثاني.
بما يخص المصادر، طبعا بالمناسبة أنا إن شاء الله راح أترك لكم ما لا يقل عن 3 مصادر، لكن المصادر راح أتركها لكم إن شاء الله هي عبارة عن مصادر education يعني تفيدك أنت. أول مصدر وأهم مصدر هو مصدر داز اللي إحنا سبق ونوهت لكم بالمحاضرات العملية، أكو منوال خاص لبي لللابورتري، وأكو كتاب أيضا هو فقط للثيوريتيك النظري، هذا يعتبر الكتاب رقم 1 بيسك ويضمن يعني تقريبا مواضيع الشاملة الخاصة للبيسك ستودنت انه يدرس السويل ميكانيك، مع اضافة مصدرين اخرين اللي يشمل الاريجيشن على السويل ميكانيك ان شاء الله راح انزلهن لكم ضمن قناة التليجرام تستفادون من عندهن، وتقدر انت تبحث عن طريق المواقع الاكاديمية جوجل سكولر ريسيرش جيت، بس مجرد تكتب سويل ميكانيك هاند بوك، سويل ميكانيك هاند بوك راح تنزل لك آلاف الكتب، آلاف الكتب بي دي اف تقدر تحملها وتطلع عليها وتاخذ عنها فد نوع من الانفورميشن والمعلومات عن المواضيع اللي احنا راح ندرسها، لكن لا لابد من يكون انه هنالك كتاب منهج نقدر نعتمد عليه وهو السويل ميكانيك اللي راجع الى داز، مجرد ما تكتبه على ايضا الجوجل سكولر مكتبة الباحث العلمي راح تكتب يمه بي دي اف راح ينزل لك الكتاب مباشرة تقدر تسوي له داونلود، واني ايضا ان شاء الله راح احمل لك اياه ضمن قناة التليجرام. هاي محاضرتنا الاولى هي عبارة عن محاضرة تعريفية بالسيلبس اللي راح نتناوله ضمن مادة السويل ميكانيك الثيوريتيكال. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات القادمة اللي راح نتناول بها المادة بشكل تفصيلي. دمتم بأمان الله وحفظه.